وضعية السوق حاليا ما ماكو شيء بالسوق موجود يعني كأضرار أو يمين يسار، بس حاليا الفلوس الدولة قالوا لنا خلال 72 ساعة تسويق على السائلوات في العالم كلها، سوقت الفلح التجار كلها خلال 72 ساعة، وزعوا دفعة بسيطة أول مرة وجرونا اليوم صار شهر والعالم كلها مطلوبة مال حصاد مال طشاش، وناس صار دفعة مال آليات وغاز مطلوبة وعمال ومخازن، والدولة ولا كأن وسع على أساس نزل رصيد، نزلوا كل سايلة مليارين، صفروا الجنوب وخلوا المحافظات الشمالية كلها تنتظر وكلها مديونة، كلها مديونة للناس وتروح وتجي، وهاي سيارات تقض هنا بالسوق مطالب، صارت مشاكل بين التجار وبين الفلح على أساس خلال 72 ساعة يستلمون، وماكو أي من الحكومة يومية نزل الرصيد وراح الرصيد. كهرباء من التحرير لحد الآن ما عندنا وطني. وين؟ هنا باليابسات. والمحلات تابعة للبلدية. وكل ما يجون يوعدونا ما لحد الآن كهرباء ما عندنا. منتج في المولدة كهرباء وطني ما عندنا. ويجون ساحبين من المقابين يجون جماعة الكهرباء يقطعون الكبرات ويمشون. ليش؟ يقولون ما عندكم ما عندنا وطن هنا ما عندنا. وراجعنا البلدية وراجعنا الكهرباء ولحد الآن ما. صار سبع سنوات. سبع سنوات ولحد الآن ما عندنا، وكلهم والمحلات كلها ما عندها وطني. احنا بالنسبة للمحلات بلدية. قبل كان بيها وطني، وراء التحرير ما عدنا وطني، تابعة البلدية، بلدية الموصل رسميا تابعة وندفع إيجارات، عدنا عقود تابعين لبلدية الموصل، لحد الآن ما عدنا كهرباء. شو تبيعون بالضبط أنت؟ حنطة وشعير وعلاف. تمام. ايه؟ حركة السوق شلون؟ والله السنة ضعيفة لأن الموسم شوية ضعيف و حركة ضعيفة، وبعدين التأثيرات الحفريات أيضا الشارع يريد يكمل، وهذا قد بالمئة ضعيفة 50%؟ والله هي أقل من 50. لا والله يعني ما موسم 19 و20 لا يختلف، وراها ضعيف سنة شوية نوعا ما، بس ما وصل 50% يعني 40% هيك يعني. والله تجار يجون يشترون ويجهزون يودزون على السائلة، يبعثون على السائلة وسع، لأن تأخير الفلوس بالسائلة وما ينطل للتجار فأثر على حركة السوق. السائلة والبداية انطوا أول 10 أيام انطوا وسلموا فلوس، بعدين تأخرت يعني قاموا ما ينطون صكوك، فأثر على حركة السوق. التاجر إذا ما يستلم فلوس ما يجي يشتري ويحضر ويودع السائلة. والفلاح كذلك أيضا يعني. والله وضعية السوق وضعية تعبانة، وهذا السوق مجمع مال العمال، هذول الحماميل الخطية يجون من الصبح ويرجعون الظهر لا شغل ولا عمل. ليش السبب؟ السبب الدولة أخذت محصول الفلاحين، وأول نوبة والله ينطوهم يعني تفوت السيارة ثانية بتأخذ السك، بس هل حد الأنصار تقريبا شهر شهرين ما سددوا، فهين الفلاحين السخطية مطلوبين أجور الحاصيدات ومطلوبين أجور الشاحنات، والمكاتب ما عاد تشتغل ما عاد تسدد، وهاي العمال خطية لا شغل ولا عمل. فإحنا ناشد رئيس الوزراء والناس المسؤولين أنهم يلتفتون على هالعالم هذه وسددون أموال الفلاحين، لأن الفلاح ما عنده سنة 12 شهر إثمه مليان عجاج وتعبان، عنده هاليوم هذه سلم هالحبابي ودي يعيش بيهن هو وعياله.